توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية من قبل قادة وممثلي الشعب الفلسطيني قوبلت بالكثير من الاهتمام والتقدير والارتياح والفرحة العارمة في مخيمات الشتات في الأردن، حيث جاء هذا الاتفاق في ظل حراك شعبي فلسطيني وتحولات ديمقراطية محيطة. وتعتبر المصالحة إنجازاً تاريخياً وتلبية لطموحات وآمال شعبنا في الداخل والشتات بالعودة والتلاحم والتعاضد لمواجهة عدوان وحصار واستيطان وتنكيل. يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهذا ما نتمناه، أن نكون إيش متحدين مع بعض، متصالحين، متفاهمين مع بعض. نتمنى هذا الإشي يظل دائماً على طول. هذا رأي ورأي كل فلسطيني في المخيم وفي الشتات يعني. الله يوفقهم، احنا بنعدي للتوفيق. العيله بتقبوا 4-5 اخوه، هذا تابع لحماس، هذا تابع لفتح، وهذا تابع للجبهه الشعبيه، وهم اخوه. طيب واحنا نزعل من مصالحه الدول العربيه كلها تحت، مش بس الفلسطينيين. دعوات من مخيمات الشتات لفتح القلوب والعقول لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وإعطائها فرصة لإعادة الحياة في قطاع غزة والعمل على تقوية منظمة التحرير الفلسطينية لتتمكن من العمل على أرضية صلبة ولتبقى رافعة للنضال القومي والثوري لتحرير الأرض من براثن محتل جائر. دورنا إنه نخلص في مصلحتنا لبعضنا، نخلص ويكون مصلحتنا الأولى والأخيرة وطننا وأمتنا المظلومة، أمتنا المشردة، هاي تكون هدفنا. لازم إنه يتحدوا لأجل المصلحة الفلسطينية. الله ينصرهم على مين عديهم يا رب، الله ينصرهم على مين عديهم يا رب، الله ينصرهم على مين عديهم يا الله يا رب. إحنا ما خاطرناش يا جد، الله يرضى عليك. أكثر إشي حابينه بأنه تستمر المصالحة اللي تمت بين إخواننا من الطرفين، لأنه إحنا شعب وإحنا بننتمي للجهتين، يعني شعب الفلسطيني شاف جراح كثيرة. توقيع الاتفاقية يؤكد على حرص القيادة الفلسطينية على وحدة الشعب الفلسطيني والسير قدما نحو الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية، فالوحدة أول النصر، ولا مناص من نبذ الخلافات من أجل فلسطين وشعبها، والأهم هو إرسال الرسائل إلى الشعوب العربية بأن فلسطين هي أرض للفلسطينيين، طال الزمان أم قصر. شعبكم الفلسطيني في الشتات يثمن خطوتكم في المصالحة ويباركها ويقف خلفها بكل صلابة، ومهما كانت النتائج المترتبة يقبل بها ويشكركم عليها. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، مخيم البقعة، عمان.